السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو، فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، قبل التعرف على هذا الفيديو، أتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعمنا بزر اللايك لجعلنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. هذا الفيديو أعزائي المشاهدين وهذا الخبر يعني سيعجب جميع الجزائريين، لأن بوتشيتينيو مدربا سيكون مدرب للنجم الدولي الجزائري رياض محرز في المستقبل القريب وليس بالبعيد إن شاء الله. حيث كشفت الدايلي ميل يعني الموثوقة بقوة الجريدة البريطانية أن نادي مانشستر سيتي سيتغنى عن خدمات المدرب بيب غوارديولا نهاية هذا الموسم، ونشرت أعزائي المشاهدين حوله تفاصيل في الفيديو السابق إذا شاهدتموه، وإذا لم تشاهدوه ادخلوا إلى قناتي وشاهدوه لكي يعني تتعرفوا على باقي التفاصيل. وطبعا هذه الصحيفة أعزائي المشاهدين البريطانية أفادت أن بيب غوارديولا يتجه إلى رحيله عن نادي مانشستر سيتي بعد نهاية هذا الموسم، أو يعني في وقت قريب وليس ببعيد إن شاء الله، وهذا ما يتمناه جميع الجزائريين لكي يتحرر النجم الدولي الجزائري رياض محرز من طغيانه وقيوده. وإدارة نادي سكاي بلوز أعزائي المشاهدين أطلقت مفاوضاتها الرسمية مع مدرب توتنهام السابق أوريسيو بوتشيتينيو، المدرب الذي كان أعزائي المشاهدين من قبل معجب بأداء النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وكان قد أراد التعاقد معه يعني في موسم 2017. يعني بوتشيتينيو من المدربين الكبار الذين أعطوا يعني إمكانياتهم وساهم بإمكانياته لنادي توتنهام، الذي يعني في الموسم الماضي تغلب على نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وطبعا كانت يعني مباراة كبيرة، خاصة أنه كان يمتلك لاعبين كبار. ومن اللاعبين المفضلين عند بوتشيتينيو هذا المدرب أعزائي المشاهدين السابق لنادي توتنهام، يعني كان رياض محرز من أولوياته للتعاقد معهم، إلا أن إدارة نادي مانشستر سيتي اشترت هذا اللاعب، يعني كان دخل اهتمامات نادي توتنهام، وايضا بعد التعاقد معهم اراد اعزائي المشاهدين ايضا جلب رياض محرز الى نادي توتنهام، الا ان يعني بيب غوارديولا واداره نادي مانشستر سيتي لم تشا له ان يخرج من اداره من نادي مانشستر سيتي، وايضا هو بحد ذاته ما لم يكن يريد ان يخرج من اداره ومن فريق نادي مانشستر سيتي. يعني اعزائي المشاهدين، اذا تحقق هذا الشرط واتى بوتشيتينيو مدربا على راس العارضه الفنيه لنادي مانشستر سيتي، طبعا اعزائي المشاهدين سيكون رياض محرز اساسي في جميع المباريات وفي جميع البطولات، لان هذا اللاعب مفضل عند هذا المدرب. وهذا خبر اعزائي المشاهدين فافرحني انا شخصيا. نتمنى اعزائي المشاهدين اذا تمت هذه الصفقه واتى بوتشيتينيو على راس العارضه الفنيه لنادي مانشستر سيتي، نتمنى رؤيته في اسرع وقت ممكن ليس ببعيد، وليس اعزائي المشاهدين نتمنى ايضا في نهايه هذا الموسم، لماذا؟ خاصه ان بيبو غوارديولا يعني هنالك مواضيع ويعني تقريرات واخبار تقول انه سيعود الى نادي برشلونه الاسباني، وطبعا هنالك العديد من الاخبار، ولكن ابرزها انه سيرحل من نادي مانشستر سيتي، يعني هذا شيء كبير. اما ارتيتا الحساد الكبير بين قوسين لرياض محرز والذي يكرهه، وراينا اعزائي المشاهدين نظرات منه ثاقبه حول رياض محرز، ودائما هو السبب الوحيد لتهميش رياض محرز في نادي مانشستر سيتي، ذاهب الى ارسنال لتدريب ارسنال بصفه رسميه، وطبعا اعزائي المشاهدين بيب غوارديولا قال انه يعني حر، اذا اراد تدريب ارسنال فله الحريه الكامله، يعني اعزائي المشاهدين كلتا الطرفين سيذهبا في شانهما ويبقى رياض محرز مع اللاعبين، وان شاء الله ان شاء الله بوتشيتينيو سياتي الى نادي مانشستر سيتي، لانه من اولويات هذه اداره فريق نادي مانشستر سيتي في المستقبل القريب. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو اليوم، اتمنى منكم فضلا وليس امرا دعمنا بزر اللايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات والاشتراك في القناه للاصدقاء الجدد والمشاهدين الجدد لهذه القناه، وفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا ايضا اعزائي المشاهدين تعطوا انا اراءكم في صندوق التعليقات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.